ده الوضع بشكل عام. التفاصيل بقى هنعرفها مع حضراتكم والدكتوره دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه اللي منورانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك دكتوره منار، واهلا بيكي في البرنامج. اهلا. انا مش سامع. انا سمعت جزء كده. يا ترى قالت ايه؟ قالت صباح الخير. صباح الفل. يا دكتور منار. صباح الفل يا منار. صباح الخير. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دكتور. احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى الوضع ان شاء الله الايام اللي جايه هيكون عامل ازاي. احنا خلاص بقى دخلنا في اغسطس، كل سنه حضرتك طيبه، واكيد بقى توقعات حاضره معانا بارتفاع درجات الحراره ونسب الرطوبه. الى اي درجه الموضوع ده هيتحقق الايام اللي جايه ان شاء الله؟ بالفعل يمكن دايما شهر 8 معروف بصوره كبيره بارتفاع نسب الرطوبه، كمان عن شهر 7 نسب الرطوبه فيه بتتجاوز ال 95% على السواحل الشماليه، بتتجاوز ال 80 وال 85% على القاهره الكبرى. ده هيستمر معانا ان شاء الله الايام القادمه مع امتداد منخفض الهند الموسمي. هيكون في ارتفاع نسب الرطوبه هنحس بها فترات النهار وفترات الليل. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة تتراوح ما بين 36 وال 35 درجة مئوية، يعني إحساسنا بالسقف فترات النهار هيتراوح ما بين أجواء شديدة حرارة رطبة فترة النهار، في بعض الأيام هتبقى الأجواء حارة رطبة، ده طبعاً على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية. خلال فترات الليل مع هدوء كمان سرعات الرياح هنحس أكثر بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، بالاضافه كمان ان احنا طبعا مع زياده نسب الرطوبه وهدوء سرعات الرياح بتتكون شبوره مائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه مع التكون الشبوره المائيه، بيكون في الساعات المتاخره من الليل يعني تقريبا على الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى طلوع اشعه الشمس يعني تقريبا على الساعه 6 صباحا. بالاضافه كمان ان احنا بننوه عن ارتفاع الامواج في سواحل البحر المتوسط، ده هيستمر يعني هو معانا اليوم وهيستمر معانا الغدا كمان ان شاء الله. ارتفاع الامواج، ارتفاع الموج هيوصل ل 2 متر على سواحل البحر المتوسط. ده كده مشكله، يعني كده الناس ما تسافرش بقى، اللي طالع الساحل او حاجه ما يسافرش متاخر قوي او بدري قوي. بالظبط، عشان الشبوره المائيه ان يمكن يعني لو احنا حتى هنسافر يبقى القياده معاها بهدوء يعني تام ونتابع كافه تعليمات المرور، هي بتبقى شبوره مائيه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه لكن ما بتاثرش على حركه المرور الحمد لله. كويس، بس موضوع اللي حضرتك بتقوليه ده مهم جدا. الناس كتيره جدا بتحب ترجع من الساحل مثلا الفجر على شغلها على طول، فبيسوقوا في التوقيت اللي حضرتك بتحذري منه اصلا. لا نخلي بالنا قوي في الاوقات دي عشان الشبوره المائيه فعلا، خصوصا كمان في المناطق القريبه من المسطحات المائيه بتبقى الشبوره المائيه بتؤدي انخفاض واضح في الرؤيه الافقيه، فبلاش يعني تبقى السفر في الوقت ده تحت. تمام جدا. في اي سؤال؟ لا انا تمام، ده يعني كويس قوي ان احنا عرفنا كمان كل المعلومات دي من حضرتك، وخصوصا التحذير المتعلق بالشبوره المائيه نظرا لخطوره هذا الامر. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منار على مشاركتك لينا في حلقتنا النهارده.